كيف ما كتشوفوا مشاهدينا احنا غنحاولوا نقرب لكم يبان لكم الاشغال اكثر بضيقه طريق المحطه الطرفيه ولاد زيان كيف ما كتشوفوا حاليا هنا طريق متوقفه هنا باش حاولوا يديرهم انه يديروا هاد الدروج باش الناس اللي الفوق من الطريق يقدروا انه يهبطوا يعني خاصه الراجلين داروا كذلك ممر خاص ذوي احتياجات خاصه واخا حنا عارفين ان هذا الممر اللي ذوي احتياجات خاصه يبغي يستعملوه في الاخير ديال الدرجه الناريه ولكن على الاقل المهم فكروا في هاد الناس هادو كانوا غيلقاو مشكل كبير باش يبغيو يهبطوا مشاهدي شوف تاريخ هذه اللحظات